السلام عليكم واهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ اخباركم؟ توحشتوني انا، بعدا توحشتكم. اليوم ان شاء الله وبحول الله جيتكم بواحد جوج الوصفات زوينين زوينين ومغذيين في نفس الوقت، اللي هما غادي نصوبوا واحد الغسول طبيعي ديال الوجه. انتم غتتبعوا معايا اللي فيه مكونات زوينه كما قلت لكم ومغذيه للبشره. ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزوا لواحد الوصفه اخرى. اذا غنوجدوا الوصفه ديال الوجه اللي هي عباره عن غسول الوجه اللي كيعوضك الصراحه على ماركات يعني غاليه. كنمشيو نشرو بعض المرات شي غسول الوجه او لا صابون الوجه ولا هذا كيكون غالي ياك، ومع ذلك كيكونوا فيه المواد بحال كيكون فيه مثلا المواد الكيميائيه وهذا. من الاحسن نوجدوه في الدار يكون طبيعي وزوين واللي يحافظ لنا على البشره ديالنا ويغذيها ونستافدوا منه. ولهاد الوصفه او هذا الغسول ديال الوجه شنو غنحتاجو؟ كما كتشوفوا معايا عندي واحد القرعه، هذا اصلا كان غسول ديال الوجه، انا دورته الجهه باش نبينش، المهم باش ما نديروش الاشهار. هذه كانت عندي يعني غسول ديال الوجه، ديجا كنت كنغسل به وجهي. خوات شنو درت فيها؟ درت فيها عمرت النص ديالها بالماء. اي قرعه عندكم مثلا، هو اصلا الغسول ديال الوجه كنظن ما كيفوتش 300 ml، الاغلبيه كيكون 200، المهم 300. المهم القرعه اللي عندكم نتوما غادي تعمروا النص ديالها بالماء كما درت انا دابا، وغادي نزيدوا عليها اما الى عندكم الشامبوان ديال الدراري الصغار بحال جونسون او لا مثلا شي شامبوان اخر ديال الدراري الصغار. علاش كنديروا الشامبوان ديال الدراري الصغار؟ حيت خالي من المواد المواد اللي مثلا كتضر بالشعر بحال السيليكون، بارابين، سفالتي، بزاف الحاجات اللي خايبه وكتضر بالبشره ديالنا. المهم داكشي علاش غادي نستعملوا شامبوان اولا. هنايا انا ما غنستعمل الشامبوان حيت ما عنديش الشامبوان ديال الدراري الصغار. اشنو غنستعمل؟ غنستعمل غادا ندير الصابون سابوني انتيمو، يعني الصابون ديال الوضوء اللي كنتوضاو به، لانه كيكون خالي من جميع المواد المضره بالبشره والصحه. اوكي، يعني بحال دابا هذا ما فيهش البارابين، ما فيهش السيليكون، شنو ما فيهش ثاني، فيه البي اش طالعه يعني 4.5، مزيانه يعني هذا زوين. اما تستعملوا كما قلت لكم الصابون ديال الوضوء يعني صابوني انتيمو، اولا تستعملوا شامبوان ديال الدراري الصغار. اعد عندنا القرعه اللي عندنا، هانتوما ها هي قداش شحال فيها. كنت مبغاش نبين لكم هذه فيها 150، هذه فيها 150 مليلتر ياك. غادي نعمروا النص ديالها بالماء وغادي نزيدوا عليها، بلاتي دابا انا حيت مبغيتش نبين غادي نزيدوا عليها، غنزيدوا على بلاتي ندرك عليكم باش ما تشوفوش. ما كيبانش ما كيبانش. المهم غادي نزيدوا عليها واحد، ما غاديش نعمروا القرعه كامل يعني النص كامل بهذا الصابون، ولكن غادي ندير واحد شويه، نتوما غادي تشوفوا عينكم ميزانكم فهمتوا. المهم درنا الماء، هانتوما شفتوا يعني النص ها هو فين شفتوا ديال الماء. اوكي، يعني انا زدت هاد القياس هذا ديال الصابون. اوكي، كما قلت لكم اما الشامبوان ديال دريسار اما صابوني انتيمو. شنو غنزيد عليه دابا؟ غنزيد عليه العسل، الا كان العسل الحر احسن. حنا هذا عندنا الصراحه عسل زوين حر، ما فيه لا سكر لا حتى شي حاجه. هنا غادي نزيد واحد كيسه مسدوده، صبروا معايا صبروا معايا نحلها.
حليتها مهم. هنا كنديروا بحال هكا. هنا كناكل واحد شويه هو الاول. غادي نزيد واحد جوج عواشق هكا صغار ديال العسل. عرفتوا هاد الصابون اولا الغسول ديال الوجه رائع وكيصلح للبشره الحساسه، يعني البشره ديالها حساسه، وكيصلح للبشره الجافه. بحال دابا الا عندك البشره جافه ديري 4 المعالق ديال العسل، الا عندك البشره دهنيه ديري 2 معالق ديال العسل، الا عندك البشره يعني ما دهنيه ما يعني البشره عاديه كديري 1 معلقه ديال العسل. هنا انا عندي الصراحه البشره ما كنفهمهاش، يعني بلايص عندي انا غادي نوريكم. المهم هنايا زدنا 2 معالق ديال العسل الحر، والا عندكم عسل ماركه مزيانه حتى هو مزيان، غير ما ديروش العسل اللي مصوب بالسكر. فهمتوا انايا البشره ديالي بعد المرات عندي مثلا هنا كيكون ناشف، عندي هاد البلاصه بعد المرات كتكون دهنيه هنا وهنا، يعني ممكن البشره عندي مختلطه. انا لقيت الكلمه. المهم حيدو هاد الهويشق. نعاود لكم، درنا عمرنا نص قرعه بالماء، هذه اللي عندنا درنا النص ديال الماء، ودرت الصابون او الشامبوان ديال الدراري الصغار، وزدنا 2 معالق ديال العسل. ودابا غادي نزيد واحد القطيرات من الزيت المفضل ديالي، والزيت العجيب اللي كنت هضرت عليه في الفيديو السابق، هو زيت الايوكاليبتوس. نتوما غادي تستعملوا الزيت على حساب البشره ديالكم، يعني الزيت اللي كيوافق لكم البشره. تقدروا ديروا مثلا زيت اللوز الحلو، تقدروا ديروا هذا زيت الزيتون، يعني زيت العود حتى هو مزيان، اولا زيت الارغان. كل وحده والبشره ديالها الزيت اللي كيوافق لها البشره ديالها. انا هذا زيت الايوكاليبتوس زوين، علاش؟ حيت اصلا هو معقم كينظف البشره، وزوين البشره كيخلي فيها واحد اللمعه، وهذا يعني كنفضل انا هالزيت زياده على الريحه اللي فيه، واحد الريحه منعشه زوينه، داكشي علاش كيعجبني. دابا غادا ندير واحد القطرات، غندير 8 4 5 6 7 8 ستوب. بغيت بحال دابا انا بغيت نزيد واحد المعلقه مثلا ديال زيت اللوز، انا غادي كاع نزيدها باش تشوفوا، حيت اصلا ما غاديش يضر. فهمتوا؟ يعني فين هو زيت اللوز بعدا؟ لا ما عنديش هنا، ما عاد فين داروه. المهم ما عنديش هنا باش ما نمشيش نقلب عليه. المهم من بعد غادي نزيد فيه واحد العويشه صغيره ديال زيت اللوز الحلو. اوكي صافي، دابا ولا عندنا ها هو، ولا عندنا غسول ديال الوجه مغذي. اول حاجه بعدا كاين مغذي كيغذي لك البشره، لان فيه العسل وفيه الزيت كما قلت لكم اللي كيناسب البشره ديالكم. عاد فيه الصابون اللي خالي من السيليكون وبارابين وسفالتي وكما قلت لكم داكشي الاخر، ويعني زوين. بالنسبه للماء كديروا ماء معدني، اوكي من الاحسن ما تاخذوش الماء ديال الروبيني، اما خذوا الماء من الروبيني وغليوه، خليوه تيبرد شويه وعاد استعملوه، اولا خذوا الماء ديال القرعه. ودابا حصلنا على غسول زوين طبيعي كما قلت لكم مغذي، وما يخطاكمش مع عمركم غادي توحلوا تقولوا باش غنغسل وجهي باش غنغسل وجهي. ها هو دائما المكونات عندك في الدار، ساهل ماهل وزوين. ودابا غادي ندوزو للوصفه الاخرى اللي قلت لكم، واللي هي كتعلق ب، بقاو معايا. ودابا يا لالياتي الوصفه اللي غادي نعطيكم دابا هي كتعلق بالشعر، كيفاش تخلي الشامبوان ديالك يعني يعاونك على باش الشعر عندك يزيان يطوال يتغذى مزيان،
واش فهمتوا؟ يعني ما تبقايش تغسلي بالشامبوان بحال هكا كيف ما كتشريه كتغسلي به، غادي تضيفي عليه واحد المكونات اللي كيساعدوا باش الشعر يزيان، تفهمنا؟ ودائما مواد طبيعيه وموجوده عندنا في الدار وما كتحتاجش منك شي تكلفه كبيره كبيره كبيره، اولا تمشي تشري شي شامبوان غالي باش شعرك يتقاد. وبزاف المرات كنشريو برودويات وهذا غاليين وما كيعطيوناش نتيجه، اذا نحاولوا مره نديروا شي حويجات في الدار اللي ساهلين ونستافدوا منهم وتبان النتيجه. ودابا غادي نهضروا على المكون الاول اللي كاين في الوصفه واللي هو القهوه. ومن المهم خويت منا قلت لكم القهوه، وشكون ما كيبغيش القهوه؟ الله غير ريحتها بعدا كاينة شحال زوينه. غنهضروا شويه على المنافع ديال القهوه للشعر. يقدروا الناس اللي ما عارفينش غيقول لك اش جاب القهوه للشعر، اش هاد القهوه مثلا اش غدير للشعر. القهوه على اللي ياتي المنافع ديالها هي اول حاجه بعدا كاينه كتساعد على اعاده نمو الشعر، هذه حاجه. كتعطي للشعر هذيك اللمعه، كيولي الشعر فيه واحد اللمعه، كيولي فيه اللمعان. القهوه للياتي كتساعد ثاني على التقويه ديال الشعر من الداخل، وكتخليه اكثر ليونه، كيولي زوين في الملمس ديالو ورطب. هذه المنافع ديال القهوه بزاف منا ما عارفينهاش. حاجه اخرى عاوتاني كتنقي لينا ديك الفروه ديال الجلده ديال الراس، كتنقى كتحيد ديك سميتو علين عاونوني كتحيد كاع ديك الخلايا وداك الجلد الميت اللي كيكون عندنا، ديك الجلده ديال الشعر كتكون ميته صافي ملي كنغسلو بالقهوه اولا كيف ما غادي نديرو ليها دابا، يعني كتساعد على ازاله دوك الخلايا وديك الجلده الميته ديال الشعر. وحاجه اخرى عاوتاني كتحسن اللون ديال الشعر، كتعطيك واحد اللون زوين. كاع الدنيا وسختها هنايا، هذاك اللون كتعطيه لك ما بين الكحل والمارون، يعني ما بين الكحل والمارون يسكورو، يعني كتعطيك هذاك اللون شويه غامق، وكتعطي وفي نفس الوقت قلت لكم كتعطي ديك اللمعه. يعني هادشي كلشي كاين في القهوه، وفوائد اخرى عاوتاني غير ما نقدرش دابا نقولها كلها باش ما نطولش الفيديو لانني غنهضر على مكون اخر. المهم هادو هما المكونات اولا ماشي المكونات، هادو هما الحويجات اللي غنتنفعوا منهم من هاد القهوه. صافي تفاهمنا؟ اذا نخليو هاد المكون على جنب ونمشيو للمكون الثاني واللي هو القرنفل. القرنفل البنات وكل شيء تقريبا عارف بان القرنفل زوين للشعر. اوكي القرنفل ما كاين ما احسن منه باش نديرو مثلا ماسكات للشعر اولا. المهم كنحتاجوه في بزاف الوصفات كتتعلق بالشعر، وعقلتو جدودنا ومواتنا وداكشي كانوا كيديروا ديك التشقيقه وداكشي فيها القرنفل، يعني راه زوين. والقرنفل شنو عاو ثاني؟ كيساعد على الزياده ديال التدفق ديال الدم اللي في داك البصيلات ديال الشعر. شوفوا شحال زوين المنافع ديالو. وكيساعد عاو ثاني على تجديد هذاك الشعر والنمو ديالو. الشعر ديالك كي بحال كتقولي كتحيدي هذاك الشعر الخيب، القرنفل كيحيد لك داك الشعر الخيب وكيعاود يعطيك واحد الشعر زوين، وكيحمي الشعر من هذا من التساقط، ما كيبقاش الشعر كيطيح. وحتى ضد مثلا اللي كيعاني من الصلع مثلا يعني كيحمي من الصلع، ما كيخليكش تعرضي لهذوك الاعراض ديال الصلع. يعني بزاف منا بعد ما كتولي كتقراعي من هنا اولا ما كيبقى كيولي عندك هنايا خاوي ولا هذا، القرنفل زوين. وعاد زيد بانه غني بالمعادن والالياف، القرنفل غني بالمعادن والالياف اللي اصلا هي كتساعد دوك المعادن والالياف كتساعد الشعر باش يولي قوي ورطب، وكما قلت لكم كيخلي حتى الملمس ناعم وزوين.
اوكي تفاهمنا، هادو هما المنافع ديال القرنفل والقهوه. اذا دابا كيفاش غادي نديرو لهاد الشامبوان صافي نوليو نغسلو به؟ ساهله ماهله، ساهله ماهله. غتاخدي الشامبوان ديالك ها هو ياك، غادي ديري فيه، المهم انا واخا غادي نوسخ شي شويه الدنيا كيف العاده، انا دائما ندير الروينه شتو ها هو، حيت هذيك سميتو ديالها الفم ديال القرعه صغير والعاشق كبيره، شنو ندير؟ المهم نتوما غادي تعرفوا صافي. غادي ندير في القرعه ديال الشامبوان من ثلاثة، المهم انا البنات من بعد غنمسح هذا الشيء، من ثلاثة حتى ربعة المعالق ديال القهوه. انا غادا نوريكم فهمتوا، بلا ما تبقاو تقولوا لي وسختي الدنيا. المهم داك الشيء راه غادي يتحيد. القرعه ديال الشامبوان ديالكم العاديه غادي ديروا فيها من ثلاثة حتى ربعة العواشق ديال القهوه، يكونوا عامرين، قهوه غبره عاديه، قهوه مطحونه عاديه، ماشي تكون طيبه في العصار وناخذ داك التخا ديالها، لا قهوه مطحونه عاديه ها هي كتشوفوها غبره شتو. كنديروا من ثلاثة حتى ربعة العواشق في القرعه ديال الشامبوان ديالنا، وكنزيدوا حبيبات ديال القرنفل، مثلا ديروا 10 حبيبات كافيين. هاتي 8 10 عرفتوا راه واعر، واعر هذا الشامبوان واعر، غير هذاك لو فيت انه فيه القرنفل راه. المهم انا غادي نديروا 10 الحبيبات ديال القهوه، المهم هنا كتبقى تقفقف ها هو صافي. درنا 10 الحبيبات ديال القرنفل مع 3 حتى 4 المعالق ديال القهوه، وكديروا بحال هكا كتسد القرعه صافي عادي. كتخلطوا الشامبوان بحال هكا، كتخليوه ما كتغسلوش بيدك الساعه، خليه واحد يومين بحال هكاك ولا 3 ايام حتى يطلق فيه هذوك القرنفل والقهوه مزيان، عاده تبداو تستعملوه صافي. الشامبوان ديالنا كيولي واجد، كتغسلوا به عادي، والشعر ديالكم كما قلت لكم، انا هضرت لكم دابا شي شويه على، وراه كاين كما قلت لكم قبيله راه منافع كثير، غير ما نقدرش نقول لكم كل شيء باش يجي ما يجيش الفيديو طويل. القهوه راها زوينه زوينه بزاف، وكما قلت لكم بالنسبه اللي عندها الشعر شويه مغموق راه كيعطي داك اللون شي شويه، كما قلت لكم اما الماروني سكورو يعني الماغو مغلوق او لا الكحل، بحال كتخرج لك داك اللون فهمتي، فهمتوا ماشي فهمتي والقرنفل كما قلت لكم راه زوين زوين بزاف للشعر. وكنتمنى انني نكون فدتكم بهاد جوج الوصفات الطبيعيه والسهله، واللي المكونات ديالها كما قلت لكم عندنا في الدار موجودين، ماشي غادي نمشيو نقلبوا عليهم ولا نضربوا عليهم تماره، وكنحاول دائما نعطيكم شي حاجات اللي تلقاوهم عندكم في الدار باش ما تعكزوش، حيت بعض المرات حنا الصراحه كنعكزو، كتقولي ايوا نمشي نقلب على هذيك ونجيب هذه ومنين غنشري هذه ونمشي. اذا كنحاول نجيب لكم وصفات سهله ماهله ومجربه، واللي كتبان عليها نتيجه عاده فاش كندوز لكم نتوما في شي فيديو. ودابا غنقول لكم اصحاباتي وخواتاتي تصبحوا على خير، والى اللقاء، وان شاء الله نتلاقاو في شي فيديو اخر، وفي شي شفتو فمي كيعواج كيتراجل كنجي نقول كلمه كتخرج ليا كلمه. المهم نخليكم، وكما العاده يعني اللي بغات شي استفسار او لا نحط لكم شي وصفه ولا شي حاجه خليوها لي في التعليق، وانا كيف العاده هنا الاشاره، والى اللقاء.